السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة شعبة محاسبة كلية التجارة جامعة بورسعيد، أهلا ومرحبا بكم في السكشن الأول لمادة بحوث العمليات. إن شاء الله النهاردة من خلال السكشن بتاعنا هنستخدم طريقة السيمبليكس لحل نموذج البرمجة الخطية، والحالة اللي عندنا هنا في التمرين زي ما انتوا شايفين مثال 3-2 صفحة 62 حالة تعظيم. عرفت منين انها حالة تعظيم؟ لما الاقي المتباينات عندي اقل من او يساوي اعرف انها حالة تعظيم، لو كانت اكبر من او يساوي دي تبقى حالة تدنية، وان شاء الله هناخدها في سيكشن جاي باذن الله. فهنشوف معانا خطوات الحل بالنسبة للتمرين ده. اول حاجة في خطوات الحل عندي للسيمبليكس اني لازم اعمل اعداد النموذج القياسي المعزز بالترتيب. ازاي اعد النموذج القياسي المعزز بالترتيب؟ هضيف عندي بعض المتغيرات علشان اقدر اعمل منها اعداد جدول الحل المبدئي. المتغيرات اللي انا هضيفها S1 و S2، لما بضيفها في دالة الهدف بديها المعاملات 0، لما باجي اضيفها في القيود بدي S1 في القيد الأول و S2 في القيد الثاني وبتكون معاملتها 1. فبالتالي أنا كان عندي في التمرين 2X1 زائد X2 أقل من أو تساوي 100. لما هضيف المتغير S1 هتبقى 2X1 زائد X2 زائد S1 بتساوي 100. ونفس الطريقة للقيد الثاني، بدل ما كان 4x1 زائد 3x2 أقل من أو يساوي 240، فأنا هضيف S2 وهتبقى بتساوي 240. وأهم حاجة منساش قيد عدم السالبية، إن x1 x2 s1 s2 أكبر من أو تساوي 0. دي الخطوة الأولى عندي من خطوات حل السيمبليكس. الخطوة الثانية إعداد جدول الحل المبدئي. هصمم الجدول بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم، عبارة عن صفوف وأعمدة. الأعمدة العمود الأول من اليسار CBI CJ وBV، وبعدين المتغيرات X1 X2 S1 S2 وبديهم في CJ المعامل بتاع دالة الهدف، وبعدين قيم الحل. العمود الأخير بتاع النسبة ده بستخدمه لما ببدأ أحل. انا في جدول الحل المبدئي ما بستخدموش غير لما ببدأ اعدل الجدول. طبعا انا بجيب منين الارقام دي؟ بجيبها من القيود اللي عندي في التمرين، باخد معاملات القيود وببدأ اسكنها في الخانات الخاصة بيها. يعني معامل X1 في المعادلة اللي فيها S1 اديني عندي 2 مع X1 1 X2 1 S1، ما عنديش S2 يبقى مكانها 0، وقيم الحل بتساوي 100. القيد التاني اللي هو الخاص ب S2 قصاد X1 بجيب 4، وبالتالي 3 مفيش عندي S1 0 وعند ال S2 1، وبتساوي في قيم الحل 240. انا لحد دلوقتي عندي الزد جي كل القيم بصفار، لسه ما بدأتش الحل. والدلتا زد اللي هي عبارة عن السي جي ناقص الزد جي بتطلع 7500. طول ما انا عندي القيم ما زالت فيها قيمة موجبة في اختبار صف اختبار الامثلية، يبقى انا لسه ما وصلتش للحل الامثل. فهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اشوف التالي. اول حاجة عندي في الخطوة الثالثة، اللي هي اختبار الأمثلية وتحديد المتغير الداخل والمتغير الخارج، هبدأ أحدد العمود المحوري. العمود المحوري هو بيكون صاحب أكبر قيمة موجبة. العمود المحوري صاحب أكبر قيمة موجبة، يعني أعلى ربح. هيكون عندي مين أكبر قيمة موجبة هنا؟ 7. فيبقى ده هو العمود المحوري بتاعي. طيب الخطوة التانية بعد تحديد العمود المحوري هبدأ أحسب النسبة. العمود اللي أنا قلت لكم عليه في الخطوة الأولى اللي أنا ما حسبتش فيه أرقام، وهبدأ أحسب هنا وأنا بحسب الحسابات بتاعة الجدول المبدئي.
النسبة دي بحسبها ازاي؟ باخد قيمة الحل بتاعة الصف وبقسمها على العنصر المقابل في العمود المحوري، يبقى 100 على 2 بتساوي 50، وكذلك 240 على 4 القيمة المقابلة في العمود المحوري بتساوي 60. الخطوة الثالثة ببدأ أشوف أقل قيمة موجبة في أو أقل نسبة موجبة عندي في العمود الخاص بالنسبة، ويبقى هو ده الصف المحوري. يعني أنا بختار أقل نسبة موجبة يعبر صفها عن صف المتغير الخارج، يبقى أنا عندي متغير داخل اللي هو الـ X1 وعندي متغير خارج اللي هو الـ S1. الخطوة الرابعة هبدأ أحسب قيم جدول المحاولة التانية. أنا عملت جدول الحل المبدئي، يبقى دي كانت المحاولة الأولى بتاعتي، ما وصلتش لحل أمثل لأن ما زالت عندي قيم موجبة، فهبدأ أعمل محاولة تانية. المحاولة التانية دي عشان أصمم الجدول بتاعها في شوية حسابات لازم أحسبها الأول علشان أقدر أصمم الجدول. هتسألوني إيه هي الحسابات دي؟ هقولكوا، أولا المتغير الداخل اللي هو الـ X1 هيحل محل الـ S1، فبالتالي القيم بتاعة الصف بتاعه هتتغير. بحسبها إزاي؟ بقول إن صف المتغير الداخل اللي هيدخل عندي في الحل وهو في الحالة دي X1 بيساوي قيم صف المتغير الخارج على العنصر المحوري. طب أنا دلوقتي شفت كلمة العنصر المحوري دي، مين هو العنصر المحوري؟ العنصر المحوري هو ناتج تقاطع العمود المحوري مع الصف المحوري، يبقى هو العنصر 2. فباخد كل قيم صف المتغير الخارج وبقسمها على العنصر المحوري عشان أجيب صف المتغير الداخل الجديدة. فالمتغير الداخل اللي هو X1 والمتغير الخارج هيكون S1. باخد كل القيم بتاعت S1 القديمة وبقسمها على العنصر المحوري، 2 على 2، 1 على 2، 1 على 2، 0 على 2، 100 على 2، وبتطلع لي النواتج بالشكل اللي انتوا شايفينه. يبقى الصف X1 لما اجي اصمم جدول الحل بتاع المحاولة التانية هي دي القيم اللي هتتسكن عندي في صف المتغير X1. طيب اجي للصف التاني S2، الصف بتاع المعامل S2 او المتغير S2 مش هيفضل زي ما هو بالمعاملات دي، لأ ده هتتغير. القيم بتاعتها هجيبها ازاي؟ هقول قيم صف S2 القديمة ناقص العنصر المناظر في العمود المحوري في قيم الصف الداخل للحل. مين يا ترى العنصر المناظر في العمود المحوري؟ هاجي اشوف ادي الصف بتاع S2، مين العنصر المناظر في العمود المحوري؟ الرقم 4. يبقى الرقم 4 ده هشيل كلمة العنصر المناظر في العمود المحوري وهحط دايما مكانها 4. أبدأ أشوف عندي S2 تحت العمود الأول X1، والصف بتاع S2 تحت عمود X2، وS2 تحت S1، وS2 تحت S2، وS2 تحت العمود الخامس اللي هو بتاع قيم الحل. هبدأ أطبق القانون وهيطلع لي بالترتيب القيم دي زي ما هي واضحة قدامكم، 0، 1، -2، 1، 40، والأرقام دي هاخدها بالترتيب تبقى دي قيم صف S2 الجديد. طيب خلصت الجزء ده، آجي أبدأ أحسب الصف بتاع زد جي. الصف بتاع زد جي عبارة عن مجموع حاصل ضرب معاملات المتغيرات الأساسية في مصفوفة المعاملات، وبيبقى القانون بتاعها عندي بالشكل ده. أطبق فيه إزاي؟ آخد المعامل الأول بتاع الـ X1 7، والمعامل بتاع الـ S1 الداخل والخارج من الحل وزيرو. طيب أجي أحسب الحسبة، يبقى 7 في 1 + 0 في 0 ب7، وهكذا 7 في نص بتساوي زائد 0 في 1 بتساوي 7 على 2. فهلاقي إن القيم عندي تحت X1 وX2 S1 وS2 وتحت العمود الخاص بقيم الحل هتبقى على التوالي أو على الترتيب 7 و7 على 2 و7 على 2 و0 و350. يبقى أنا لما أجي أصمم جدول المحاولة التانية هيظهر عندي القيم دي على الترتيب في صف
زد جي الجديد. بعد ما أصمم الجدول الخاص بالمحاولة التانية ببدأ أحسب الصف الخاص بدلتا زد. الصف الخاص بدلتا زد عبارة عن التغير بين القيمة المتوقعة لدالة الهدف وبين القيمة الفعلية التي تحققت من جدول الحل الحالي. يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاصل طرح معاملات المتغيرات في دالة الهدف ناقص الزد جي. يبقى الدلتا زد بتساوي سي جي ناقص زد جي الجديد. محدش ياخد القيم بتاعة زد جي في جدول الحل المبدئي ويحطها لي في جدول المحاولة التانية، لا ده أنا باخد القيم اللي أنا لسه حاسبها الجديدة دي. أشوف مع بعض الخطوة الخامسة. هاجي في الخطوة الخامسة هنشئ جدول حل المحاولة التانية وأعمل له اختبار الأمثلية بنفس الشكل بتاع جدول الحل المبدئي، لكن هتختلف عندي القيم اللي هتتسكن في الصفوف والأعمدة. تتسكن عندي ازاي؟ من خلال الحسابات اللي انا لسه حاسبها في الخطوات اللي فاتت. ال X1 هحط المعاملات بتاعتها، ال S2 هحط المعاملات بتاعتها، وبعدين اعمل ايه؟ ابص لصف اختبار الامثلية، مازال عندي قيم موجبة. طالما مازال عندي قيم موجبة يا سنة رابعة، يبقى انا ما وصلتش للحل الامثل. طيب ما وصلتش للحل الأمثل هتصرف إزاي؟ هكرر تاني نفس الخطوة، يبقى جدول المحاولة التالتة وأعمل له برضو اختبار الأمثلية. طب جدول المحاولة التالتة ده هعمل فيه إيه؟ أول حاجة هعملها هشوف قيمة أكبر ربح أو أكبر قيمة موجبة في صف اختبار الأمثلية. طبعا أنا ما عادش عندي غير قيمة موجبة بتاعة 3/2، هي دي أكبر قيمة موجبة، هتمثل عندي العمود المحوري. يبقى العمود بتاع X2 ده هو العمود المحوري بتاع العنصر أو المتغير الداخل. مين هيخرج قصاده؟ مقدرش أعرف مين هيخرج قصاده قبل ما أحدد النسب. هشوف النسب زي ما اتفقنا في الخطوة اللي فاتت، إني باخد قيمة الحل وبقسمها على العنصر المقابل في العمود المحوري. العنصر المقابل هنا في العمود المحوري هو مين؟ هو نص. يبقى 50/5 بتساوي 100، وهنا 40/1 بتساوي 40. هقارن بين النسبتين واختار أقل نسبة موجبة والتي يعبر صفها عن صف المتغير الخارج. مين أقل نسبة موجبة؟ طبعاً الـ40. أشوف تقاطع الصف المحوري مع العمود المحوري هيبقى هو ده مين؟ العنصر المحوري اللي أنا هستخدمه علشان أجيب قيم X2، الصف الجديد X2 اللي هيدخل ويخرج مكانه مين؟ الـ S2. طيب هبدأ أحسب حساباتي تاني لجدول المحاولة التالتة. يبقى زي ما أنا عملت نفس الخطوات دي لحساب جدول المحاولة التانية، هعملها هي لجدول المحاولة التالتة. صف المتغير الداخل اتفقنا عندي هنا المتغير الداخل هيبقى X2 بيساوي قيم صف المتغير الخارج على العنصر المحوري. هيبقى X2 الجديد 0/1، 1/1، -2/1، 1/1، و40/1، وهتبقى هي دي عندي النواتج بتاعت قيم الصف المتغير الداخل. أحسب بعد كده صف المتغير X1. طبعا أنا عندي هنا X1 القديمة دي مش هتفضل على حالها كده، لأ هتتغير مع تغير الصف بتاع X2. هحسبها إزاي؟ هقول قيم X1 القديمة ناقص العنصر المناظر في العمود المحوري في قيم الصف الداخل الجديدة، ما اخدش القديمة اخد الجديدة، وبالتالي هحسبها تحت العمود الاول X1 وX2 وS1 وS2 وقيم الحل. الخطوات سهلة وبسيطة، محتاجة منكم بس شوية تركيز وان انتوا تكونوا مرتبين افكاركم اثناء الحل. طيب هعمل ايه؟ هطلع النواتج.
هتبقى النواتج على الترتيب 1 0 3 على 2 -5 30، ودول بسميهم قيم صف X1 الجديد اللي هيظهر فين؟ اللي هيظهر في جدول المحاولة الثالثة. بعد كده هبدأ أحسب صف الزد جي. صف الزد جي تحت العمود الأول X1 زي ما احنا اتفقنا من شوية إن ليها قانون خاص بيها، فهيبقى 7 في 1 زائد 5 في 0 بتساوي 7، وتحت X2 7 في 0 زائد 5 في 1 بتساوي 5، وتحت S1 وتحت S2 وتحت العمود الخامس والأخير اللي هو قيم الحل هتطلع 410. وأبدأ أنشئ جدول المحاولة الثالثة، وبعد ما أخلصه وأسكن الخانات هبدأ أحسب صف الدلتا زد اللي هو سي جي ناقص الزد جي. بعد ما حطيت الخانات بتاعتي وسكنتها في أماكنها ببدأ أحسب الدلتا زد، وبالتالي اتضح عندي من صف اختبار الأمثلية إن القيم عندي معادش فيها قيم موجبة، يبقى أنا كده توصلت للحل الأمثل. الخطوة السابعة والأخيرة في التمرين بتاعنا النهاردة، إزاي أتحقق من صحة الحل الأمثل؟ هعوض عن قيم X1 وX2 في القيود وفي دالة الهدف. فين القيود وفين دالة الهدف؟ القيود ودالة الهدف اللي هما موجودين عندي في التمرين من الأول. أخد القيد الأول اللي هو كان 2X1 زائد X2 أقل من أو تساوي 100. بجيب منين قيم X1 وX2؟ أنا عندي أهو، ده كده اسمه جدول الحل الأمثل. طيب قصاد الX1 في قيم الحل 30، ال30 دي هي قيمة X1 بشيلها وبعوض عنها ب30، ال40 دي قصاد الX2 كل ما يقابلني X2 هشيلها وأعوض مكانها بال40. تمام، يبقى أنا أجي في القيد الأول اللي هو 2X1 زائد X2 أقل من أو يساوي 100، يبقى 2 في 30 زائد 1 في 40 بتساوي 100، بتساوي 100. يبقى أنا كده اتحقق عندي القيد الأول وأصبح محقق تماما. أكرر نفس الخطوة تاني مع القيد التاني اللي هو كان 4X1 زائد 3X2 أقل من أو تساوي 240، يبقى هضرب 4 في 30 زائد 3 في 40 بتساوي 240. هي كانت أقل من أو تساوي 240، يبقى أنا كده عندي القيد التاني أصبح محقق تماما. آخر خطوة عندي هحقق أو هعوض في دالة الهدف. الماكسمايز زد بتساوي 7X1 زائد 5X2، بشيل X1 وحط 30 وأشيل X2 وحط 40، فبيطلع عندي الناتج 410، وفعلا هو ده الناتج اللي طلع عندي في جدول المحاولة الثالثة واللي هو اسمه جدول الحل الأمثل. يبقى أنا كده عرفت إن عندي الربح اللي هحققه هيكون 410. وهنا بنكون وصلنا لنهاية السكشن بتاع النهاردة. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوني واستوعبتوا كويس الشرح اللي احنا شرحناه، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل مع بعض في سكشن جاية بإذن الله، هنتكلم عن كل حاجة خاصة بالمنهج ما تقلقوش، وهنمشي زي ما الدكتورة سحر بتشرح بالظبط، ما تقلقوش من أي حاجة.